بمناسبة القصص الملهمة والطاقة الإيجابية اللي أنا كنت بتكلم عليها من بداية الحلقة النهاردة، إحنا هنروح فرنسا لأنه في الحقيقة قصة كفاح، يعني عايز أقول بنت مصرية والمرأة المصرية لما بتتفوق الحقيقة الواحد بيبقى متشرف بيها جدا جدا. والقصة المرة دي بطلتها رحاب جمعة، لاعبة كرة اليد المصرية المحترفة في فرنسا في نادي سان جينيان. هي دلوقتي معايا عبر تطبيق الزوم، يعني زي كده القمر الصناعي، في بث مباشر من فرنسا. وانا برحب بيكي يا كابتن رحاب وبشكرك على المشاركه معايا النهارده. مساء الخير استاذ معتز، طبعا الف مبروك عودتك مره ثانيه. شكرا. حقيقي انا من اسباب المعجبين لحضرتك، من الاعلاميين حقيقي المحليين في مصر. شكرا. شرف كتير ليا اكون ضيفه لحضرتك في اول حلقه، يعني لا ازاي؟ صحيح، اوعي تروحي في اي حته، لاحسن المشاهد يهرب يروح يتفرج على برنامج منافس، احنا عايزينه يفضل هنا. فعشان كده احنا عايزين نسالك، يعني عايزين بطاقه تعارف كده يا رحاب بعد اذنك، يعني مين هي رحاب جمعه واحترفتي ازاي الهاندبول في فرنسا؟ طبعا انا عشان احاول انا اعرف، يعني اعرف نفسي للناس، انا طبعا رحاب جمعه، نشات خطوة بسيطة جدا ومن البابة بدأت في من مركز نادي كيكاس في نادي ناصر. تمام. وربنا الحمد لله كرمني، رحت مركز شباب الساحل وبعديها ربنا كرمني ورحت أعظم نادي في الكون، نادي الأهلي. طبعا من طموحي وحلمي إن أنا أدخل النادي الأهلي، وبعديها طبعا ربنا كرمني واحترفت، رحت نادي الجزائر، في الجزائر نادي حور سعيدة. بعديها رحت الدنمارك وكملت تعليمي هناك طبعا بعد رفض الجامعه. تمام. بعديها رحت فرنسا، وكانت كان مشوار طويل طويل، بنت تحترف عندها 18 سنه، كنت صغيره جدا، فكان صعب جدا كاسره، نحن صعايده، كان صعب جدا. وطبعا لولا والدتي، طبعا انا بحب اشكرها من دلوقتي، اللي حربت فضلت 13 سنه معايا، وللاسف كان والدي ما يعرفش، فكان صابر طبعا، كان سعيدي، وكان البنت لازم تقعد في البيت، ما فيش حاجه اسمها كوره، لكن انا والدتي جهدت كامل وتعبت، ولحد ما انا وصلت، وانا بشكرها هي واخويا طبعا احمد الكبير، ووقفوا معايا دلوقتي، يعني لولا هم ما كانش هيبقى في حد جمعه، الحمد لله. لا ده قصة مشرفة جدا، والحقيقة مفاجأة بالنسبة لي فأكتر من حاجة قلتيها، ان انت اساسا من نادي الكتكات، يعني من امبابة لفرنسا حتة واحدة، دي حاجة. الحاجة التانية، الوالد كان صعيدي وكان يرفض ان بنته بتبقى بتلعب كرة يد، ما بالك لو محترفة. طيب علاقتك ايه بمصر دلوقتي؟ انا علاقتي بمصر يعني انا عايشة فرنسا و17 سنه في اوروبا، لكن انا قلبي وعقلي زي ما بيقولوا بنت شرقيه جدا، ومبسوطه ان انا دايما العادات والتقاليد اللي انا اتربيت عليها في البيت بطبقها هنا، ومتابعه كل حاجه في مصر، كلمه مصر بس بصراحه وحشني الاكل المصري يعني. وانت عندكم في فرنسا ما ينفعش تطبخي اكل مصري ولا ايه؟ بطبخ طبعا، بس ريحه مصر غير. طب وانت في بيتك، يعني في حياتك الشخصيه، ثقافتكم بقى مصريه، يعني امبابه في فرنسا، ولا طاغت عليكم بقى الاكل والثقافه الفرنسيه؟ والله مش هكذب على حضرتك، الواحد لما بيعيش قوم 40 يوم لازم يطبع طبعهم، لازم اصحى زيهم، عشان انا طبعا يعني انا لاعيبه، لكن انا كمان بمرن فريقين اقل من 18 سنه 13 سنه، فطبعا بحاول ان انا اضبط مواعيدي، والتايمنج يعني السويد يبقى على حسب المواعيد، فبحاول عن ان انا اتاقلم مع العيشه هنا، الاكل والشرب والكلام ده كله، لكن ما فيش حاجه بتتغير، الحاجات الاساسيه زي الدين، الحاجات الاساسيه ما بتتغيرش، لكن طبعا لازم نتعايش مع المجتمع ونتعايش مع الوقت عشان نعرف نعيش.
تمام. في اختصار لو سمحتي يا كابتن رحاب، النادي اللي انت بتلعبي فيه سان جينيان الفرنسي، ترتيبه ايه في الدوري هناك؟ احنا حاليا طبعا احنا لسه دلوقتي ما لعبناش الدوري رسمي، لكن عشان في كورونا وكل شويه تحصل في الفريق، فالدوري لسه الدوري بتاعنا لسه 21 يعني، فلسه لما لسه الدوري هعرف ترتبنا ايه فين يعني في البيت ولا بس. النادي اللي انا بلعب فيه افضل، النادي اللي انا كنت فيه وفيه يعني في مشروع احنا بنطلع يعني تمام قوي. احب اقول لك جو سوي تري زيغي دو فو فواغ. يعني انتوا مش انتوا بس اللي بتعرفوا فرنساوي، احنا برضو خلي بالك كويسين قوي يعني. بس كده محتاجين مترجم. رحاب انت شرفتينا وبتمنى لك كل التوفيق في فرنسا وفي رحله احتراف كره اليد، وان شاء الله نبقى على تواصل معاكي، وتحياتنا لكل يعني حبايبك وللاسره اكيد. شكرا. انا احب اشكر بس جمهور النادي الاهلي ان هو دايما بيدعمني، وبشكر الناس اللي بتدعمني واهلي طبعا جدا، وكان شرف ليا جدا حضرتك. شكرا شكرا لرحاب جمعه لاعبة الهاندبول المحترفة في فرنسا، والوش المصري والضحكة المصرية والروح الجميلة الحقيقة. أبطال مصر مشرفينا في كل أنحاء العالم. شكرا رحاب. نموذج بصراحة جميل جدا وربنا يوفقها. إبراهيم عبد الناصر، اوعى تروح في أي حتة، احنا بالعافية عرفنا نجيبك ونقعدك معانا في القناة. انت جاهز يا إبراهيم للحوار؟ تمام. 99.6 من 10 يا عم، لازم تبقى جاهز طبعا. طيب